سلام، أنا ياسر الغسلان وهذه حلقة جديدة من التعديل الأول والتعديل الأول بودكاست. اليوم بتكلم عن موضوع لسه طازة. قبل تقريبا أقل من ساعة أصدر مجلس النواب في الأمريكي طبعا قرار بإدانة تغريدات الرئيس ترامب اللي كانت قبل كم يوم، واللي هاجم فيها 4 من عضوات مجلس النواب الأمريكي وقال عنهم يعني بعض الأوصاف، أو قال لهم يعني إذا ما البلد مو عاجبكم ارجعوا لبلادكم الأصلية ويعني صلحوا بلادكم المحطمة اللي كلها جريمة. طبعا هذا التصريح أخذ على أنه تصريح عنصري، وخلال الأيام اللي فاتت يعني كانت ردة الفعل على المستوى الشعبي وعلى المستوى الكونغرس في مجلس النواب مجلس الشيوخ كبيرة. يعني طلعت نانسي بيلوسي وتكلمت، وطلع كريس ميرفي وتكلم، وهذول طبعا من قيادات الحزب الديمقراطي، وطبعا أصوات أخرى حتى من بعض أعضاء الحزب الجمهوري انتقدوا هذه التصريحات. ولكن نبغى نفهم الآن إيش هي خلفية هذه التصريحات. طبعا داخل الحزب الديمقراطي بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة في 2018 نوفمبر فازوا مجموعة من الممثلين أو النواب من طبعا ولايات كثيرة، طبعا كان عدد قياسي في عدد النساء وعدد قياسي بعدد الشباب، واللي عدد كذلك قياسي بعدد المناديب أو الممثلي للشعب من أصول مختلفة، يعني من الهنود الحمر، من الأفارقة، من العرب، من المسلمين. ضمن هذول المجموعة اللي في الحزب الديمقراطي تحديدا ظهروا 4 أسماء لفتوا النظر، وأنا تكلمت عنهم فيما مضى، وطبعا يعني لما كنت أتكلم عنهم كان في ردة فعل حتى من المتابعين في الحلقات اللي تكلمت عنهم، لأنه يبدو أن الناس تحب كمان مواضيع الإثارة. يعني لما تتكلم عن شخص يعني يحبون يسلطون عليه. خلنا ناخذهم واحد واحد. أول واحدة في عندنا إلهان عمر. طبعا إلهان عمر تعتبر حبيبة كثير من المتابعين العرب، طبعا حبيبة بالمعنى يعني الكوميدي، لأنها يعني هاجمت كثير من الدول العربية، السعودية، الإمارات، وكثير من الدول الأخرى، ولها موقف. طبعا بالمقابل يعني المواطنين هذه الدول يرون أنها هي عدوة ويتهمونها أنها إخوانية وأنها كذا. طبعا هي إلهان من أصول صومالية. يعني أنا شخصيا يعني ما أشوف بالضرورة أن هي يعني محايدة بالكامل، عشان نكون حتى يعني صريحين وواضحين، يعني ربما لها مواقف مسبقة من هذه الدول، بحكم أن هي تصنف مع البقية باعتبارها أنها من التقدميات اللي يرفضون كثير من مبادئ اللي تقوم عليها بعض الدول العربية، خصوصا المرتبطة بالتعامل مع النساء أو مع يعني مع منظمات الحكم وكذا. فهي لها مواقف أصلا من أول تنطبق على السعودية وعلى الإمارات، وتنطبق على يعني كثير من الدول، مصر غيرها. وطبعا ما تابعنا إذا لها مواقف مثلا مع قطر مثلا أو مع إيران، لكن ربما لها مواقف سلبية. إذا اتضح أن لها مواقف إيجابية فربما يعني لها أجندة خاصة، وهذا محور حديث آخر. لكن إلهان عمر واحدة منهم، وطبعا هي مسلمة ومن أصول صومالية، وهي أول وحيدة من ضمن 4 نساء اللي متكلم عنهم اليوم اللي ولدت خارج أمريكا وأتت كلاجئة إلى أمريكا، وطبعا عاشت في أمريكا وأخذت الجنسية، وبعدين صارت مشرعة في ولاية مينيسوتا، وبعد كذا انتخبت لمجلس النواب. بعدها في ألكسندريا كورتيز اللي هي يعني اسمها الكامل ألكسندريا أوكازيو كورتيز. هذه بنت صغيرة عمرها أعتقد 27-28 سنة، اشتغلت بارتندر، كانت طالبة جامعة من نيويورك، وكانت يعني هي كانت من أوائل المرشحين اللي ما اعتمدت على دعم من قبل اللوبيز أو من جماعة الضغط، اعتمدت في تمويل حملة الانتخابية على تبرعات الناس مباشرة، وعملت ويب سايت وطلبت دعم الناس، ويعني بمعنى آخر كانت تمويل يعني من المؤيدين شعبي مباشر. وهذه كانت جدا ناقدة لسياسات ترامب، وهي تعتبر الآن يعني من الأصوات اليسارية يعني المتشددة، وربما
ينظر لها على أنها هي من القيادات الجديدة للحزب في حال أنها استمرت. بعد كده في رشيدة طليب وهي يعني من أصول طبعا ألكساندريا من أصول لاتينية أعتقد من أصول من بورتوريكو إذا ما أنا غلطان أو كذا بس أنها لاتينية من اسمها. رشيدة طليب السيدة الثالثة هي سيدة فلسطينية مسلمة طبعا وولدت في ديترويت إذا ما أنا غلطان يعني هي من مواليد أمريكا ولكن من أصول فلسطينية وكان لها كذلك مواقف جدا يعني شديدة باتجاه ترامب وخطابه المعادي حسب وصفها للأجانب وللأقليات وما إلى ذلك. السيدة الأخيرة هي يانا بريسلي وهي سيدة سوداء وكذلك تعتبر من التقدميات داخل الحزب الديمقراطي. هذول الأربعة يسمون الآن The Squad أو الفريق وهو يعني تكتل من التقدميات الديمقراطيات داخل الحزب الديمقراطي ويشكلون كذلك ضغط على قيادات الحزب الديمقراطي نفسه. ونانسي بيلوسي طلعت قبل فترة وتكلمت وقالت إنه يعني اركلوا يعني إذا عندكم ملاحظات إذا عندكم كلام يعني لا تقدروا تطلعون في السوشيال ميديا وتفضحون وتبعون يعني تسفلون فينا زي ما يقولوا تعالوا عندنا ونتكلم. طبعا هم ردوا قالوا لا مو صحيح إحنا نمثل الشعب نتكلم يعني زي ما يكفلنا الدستور. الموضوع هذا طيب الآن موقفهم هم من ترامب ويصفونه انه عنصري وتصريحاته هذه عنصرية. هل هو فعلا ترامب عنصري؟ يعني هذا السؤال. انا جتني كثير من الملاحظات وكثير من التعليقات في تويتر وغيره يتكلمون ان يقولون ترامب ما هو عنصري. انا بتكلم هنا عن المتابعين العرب وانا هنا ودي اني اعطي وجهة نظر او ملاحظة او رجاء من المتابعين. اذا انت عندك موقف ايجابي من ترامب بحكم مواقفه السياسية من بلدك هذا شيء جيد وبإمكانك أنك تسانده وأنك يعني تؤيده ولكن يجب أنك ما تسمي الأمور يعني إلا بمسمياتها. قول أنا ما عندي إشكالية أنه الرئيس اللي يعني يساندني عنده نزعة عنصرية وهذا شأنه ما عندي مشكلة فيها ولكن أنك تجي تقول لا ترامب مو بعنصري والعنصريين هم هذولي اللي هم The Squad أو غيرهم أو أنه الإعلام الليبرالي والديمقراطيين يبغون يشيطنون ويصبغون عليه صبغة أنه هو عنصري فقط لأنهم الخصم هذا في نوع من الاستغفال للمتابع. يعني ما أحد حتى داخل الحزب الجمهوري وأتباعه من الحزب الجمهوري إن كانوا من الشباب أو من الكبار يعترفون بأنه ترامب عنده نزعة عنصرية تجاه الخصوم تجاه المهاجرين تجاه غير المسيحيين المحافظين. يعني هذا أمر أصبح من الثقافة العامة في السياسة الأمريكية. فكونك أنك تيجي تقول لا ترامب ما هو عنصري ولا ترامب أحسن رئيس في العالم وترامب يعني وكأنه يعني منزل أو أنه شخصية مقدس هذا كلام مو صحيح. يعني أنت كده تفضح نفسك ويعني يطلع شكلك سخيف قدام الناس أنك تقول هذا الكلام. هذه من جهة. طيب ترامب الآن هل هو عنصري؟ نرجع نقول هذا السؤال. أمريكا قال هو نفسه قال أنه أمريكا ما حتكون اشتراكية بمعنى أنه هو كأنه يقول على الديمقراطيين وعلى هذول السكواد أنه هم اشتراكيين وفيها نوع من الشيطنة والتخويف على أنه يبغون يأخذون أمريكا إلى دولة شيوعية وأنهم يبغون يعني يحولون البلد يعني فيها نوع من من زي بيسمون الكاركتر اساسينيشن او الشيطنه بحيث انه الناس ينظرون لهذول النائبات وبالتالي الحزب الديمقراطي باعتبارهم يعني شخصيات جدا سيئه للبلد ولهم يعني خطر على البلد. ناخذ حنا بعض الامثله. انا اظن انه من الافضل ان نتكلم عن بعض الامثله ل يعني مدى كون ترامب عنده خطاب عنصري ولا لا. ترامب في عام 2018 سرب انه وصف هايتي وافريقيا وقال عنهم انهم يعني يوصف الدول هذه بانها حفر من النفايات. وطبعا هو طلع قال لا انا ما قصدته بهذا الشكل ولكن تقصدها ولا ما تقصدها. لما انت تتكلم عن دوله زي هايتي وتتكلم عن دوله او دول زي قاره زي افريقيا وتقول انها يعني تنظر لهم باحتقار لدرجه انك تقول ان هذول حفر نفايات فبالتالي
لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك أنت تقول أن هذا الرجل ما عنده نزعة عنصرية، ما عنده نزعة فوقية تجاه الآخر. طب هو ليش ما قال هذا الكلام على سبيل المثال، ليش ما قال هذا الكلام على الإيرلنديين اللي هو يعني يرجع أصوله لإيرلندا؟ ليش قالها لأفريقيا ولهايتي اللي هم المجتمعات معروف أنها مجتمعات سوداء؟ هنا فيها يعني إشارة واضحة على أنه الرجل عنده إشكالية مع أبناء الأقلية السوداء. هنا نتكلم تحديدا على هذه الجزئية. في 2017 إذا ماني بغلطان كان في المواجهات اللي صارت في شارلزفيل في فيرجينيا بين اليمين أو بين يعني النازيين الجدد أو الوايت سوبريمس اللي هم المؤمنين بفوقية العنصر الأبيض والمناهضين لهم، وصارت في مواجهات وماتوا مجموعة ووسائل الإعلام نقلت هذا الخبر. طيب هذه أحداث صارت بين طرفين ويعني مواجهات، طبعا هي كانت مرتبطة بقصة يعني أنه أعتقد كانت الولاية تبغى تنزل يعني تزيل تمثال لشخصية من الحرب الأهلية الأمريكية، وهذا الشخص كان يعني يعتبر من رموز العنصرية في الجيش الأمريكي سابقا، والوايت سوبريمسيست هذول اللي هم يؤمنون بتفوق العرق الأبيض رفضوا. يعني صارت مواجهات خاصة بهذا الموضوع بينهم وبين خصومهم اللي كانوا يبغون ينزلون هذا التمثال اللي يعتبرونه يعني إهانة ل يعني ولايتهم لأمريكا باعتبارهم ممثل للعنصرية. كل هذا أوكي، طلع ترامب، يعني لو نقول احنا يا ريت لو ترامب ساكت ومش الموضوع هذا أو علق تعليق دبلوماسي ومشت الأمور كان بها، لكن وش قال؟ جابك حلها عماها، قال انه والله المواجهات هذه مؤسفة وكذا، ولكن زي ما في يعني ناس كويسين في الطرف يعني الطرف اللي ضد او اللي مع انزال التمثال، ترى في حتى ناس كويسين بالطرف الاخر اللي هم يؤمنون بتفوق العرق الابيض، اللي هم نوعا ما النازيين، اللي هم المتعصبين العنصريين. فهنا حسب على ترامب أنه كيف أنت توازي أو توازن بين طرفين، يعني من الناحية الأخلاقية لا يمكن الموازي بين طرف يستوعب ويقبل الجميع من الناحية العرقية وطرف آخر يرفض ويقول أنه ما في إلا العرق الأبيض والبقية كلهم تابعين ومجرد حثالة في المجتمع. فكيف تقول أنه هذا اللي يقول المجتمع فيه حثالة وحنا أفضل ناس، كيف تقول أنه في بينهم طيبين؟ وصفك انهم طيبين في حد ذاته دليل على انك انت توازي ما بين العنصري وغير العنصري، وبالتالي انت تقبل العنصريه. هذه كانت الحجه في وقتها، وهذه حسبت كثير على ترامب باعتباره انه كان يبغى يعني يكحلها عماها، وكشف الى حد ما بعض ملامح تفكيره العام. طبعا لابد هنا ان اشير انه كان في اتهامات على ترامب بانه هو معادي للساميه وضد اليهود، وهذا الكلام انا من الاساس اتذكرها من وقتها قلت مستحيل، لانه كيف يكون هو ضد اليهود وضد الساميه زي ما هو يقول؟ هو مزوج بنته ايفانكا لواحد يهودي، يعني جاريد كوشنر يهودي ومعروف ويهودي يعني صهيوني كذلك، مو بس يهودي يعني هو وعائلته. فما يمكن أن يكون هو معادل للسامية وفي نفس الوقت يعني يزوج بنته العزيزة القريبة اللي هي تعتبر يعني من أقرب أبنائه لواحد يهودي، وهذا الكلام. وفي نفس الوقت يشغل جاريد كوشنر ويسلم ملف المفاوضات فيما يتعلق بما يسمى الآن صفقة القرن وكذا لشخص يهودي. فكونه هو معادل للسامية هذه انتفت من زمان، لكنه كونه عنصري لا زال خاضع لهذا الاختبار، والإثباتات يوم بعد يوم يعني تتكلم على أنه هو لا عنده مشكلة عنصرية. كذلك من الأمثلة اللي يعني تبين على أنه هو عنده هذه الأجندة، أنه لما جاء للرئاسة جزء من الإدارة الرئيسية عنده كانوا أشخاص عرفوا بنظرتهم العنصرية، نذكر منهم على سبيل المثال للحصر ستيف بانون اللي هو كان رئيس المستشار الاستراتيجي له واللي وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة ترامب قبل ما يصبح رئيس وبعد ما صار رئيس، ستيف بانون واحد، والثاني سيبستان غوركا، وهذا كذلك واحد متطرف معروف بأجندته يعني العنصرية تجاه الآخرين، وما فقط تجاه يعني المخالفين سياسيا، يعني كان اليسار تحديدا أو يعني الديمقراطيين، لا هو ينظر إلى أن أمريكا هي أمريكا بيضاء، هو ستيف بانون، وأمريكا مسيحية محافظة وأمريكا جمهورية،
فيعني جمهورية يعني تتبع للحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي هذولي خطر على المجتمع الأمريكي. فتكوين الإدارة تتكون من هذه الأسماء، وطبعا في غيرها، ستيف ميلر واحد ثاني اللي هو ماسك ملف الهجرة اليوم وعامل عمايل ضد المهاجرين ونوع من يعني الكنتونات اللي يعني، وربما الأربع سيدات اللي تكلموا كانت نتيجة للسياسات اللي وضعها ستيف ميلر فيما يتعلق بالهجرة واللي فصل المهاجرين الأطفال عنهم، يعني كل قضية الهجرة اللي صايرة والجدار الفاصل مع المكسيك إلى آخره. فهذا كذلك واحد من أهم المتطرفين والعنصريين داخل إدارته. كثير من المستشارين، في المستشارة اللي كان نسيت اسمها الآن، سيدة السمرة اللي كانت عنده واللي استقالت قبل فترة، عملت كتاب وتكلمت بأمثلة عن بعض ما قاله ترامب من عبارات عنصرية ضد الفلبينيين تحديدا. أنا أتذكر كان يعني تهجم على الفلبين ووصفهم بأوصاف جدا يعني منحطة، خلينا نقول. هذا من جانب. في كذلك من الأرقام اللي تذكر وتحسب على كيف تصاعد المد العنصري في أمريكا من خلال تأثير خطاب ترامب العدائي والعنصري، أنه في تقريبا 900 حالة اعتداء عنصري صارت من لما صار ترامب رئيس إلى فترة قريبة. من هذه 900 حالة على مستوى أمريكا، وهو هجوم بدافع عنصري، منها 40% كان في ربط مباشر بين المرتكب الاعتداء وترامب أو خطاب ترامب، بمعنى إما أنه كان على سبيل المثال لابس طاقية لميك أمريكا جريت أجين، أو كان حاط لابس قميص مثلا في شعار من شعارات ترامب الانتخابية، أو أنه كان يؤيد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذول 40 مثبت تماما بأنهم يعني ينطلقون بدعم من ترامب وبدعم منه، مش يعني هو اللي موجههم، ولكن خطابه يجعلهم أقوياء ويساندهم بأن والله رئيسنا هذا يعني يؤمن بهذه القضية. وبالتالي أنا أتذكر أول ما صار ترامب رئيس، وكان يعني طبعا أنا جيت أمريكا يوم قبل تنصيب ترامب، تحديدا يوم قبل تنصيب وحضرت التنصيب، وأتذكر أنه بعدها بيوم أو يومين كنت أتمشى في دي سي، وكان في قدام البيت الأبيض في فندق هنا كان مستأجر بالكامل لجماعة عنصرية، وكانوا عاملين زي المؤتمر، وأنا اطلعت على المؤتمر، دخلت على النت وشفت البث اللايف وقتها، وخطابهم طبعا يعني كان وقتها أنا كنت أقول بيني وبين نفسي أنه يعني هل معقولة بهذه السرعة هذول الأشخاص العنصريين اللي كانوا يعني مكبوتين لأنهم مرفوضين اجتماعية ظهروا بهذه السرعة. ومن بعدها يعني اتضحت كثير من الأحداث، وتكلمنا شارلز فيل وغيرها، ولكن هم وكأنهم انتظروا أنه ترامب يصير رئيس، وبوم على طول طلعوا وبدوا يعني يصرحون بأنفسهم بخطاب جدا عدائي للجميع وفي احتقار للجميع. ترامب كذلك ذكر أنه بعد ما صار رئيس الفترة كان هاجم قاضي، طبعا قاضي ديمقراطي وما كان عاجبه، أعتقد كان أصدر قرارات معينة قبل لا يصير ترامب رئيس ضد ترامب أو في قضايا مرتبطة يمكن بأعمال ترامب. المهم أنه عنده موقف ضد ترامب، وهذا الرجل من هذا القاضي الفيدرالي ومعروف ومشهور جدا، كان يعني هو من أصول مكسيكية، وترامب طلع بالإعلام وصار يعني يقول أنا هذا مو بأمريكي، هذا يعني مكسيكي، ويعيد يكرر على أنه هذا القاضي المكسيكي. طبعا في أمريكا تيجي تتهم واحد بأصوله، هذه قمة العنصرية، وهي نفس القضية اليوم اللي تفاعلت بعد كلام اللي صار مع السكواد أو الأربع سيدات الديمقراطيات، لما قال لهم ارجعوا لبلادكم صلحوا بلادكم بدل ما تتفلسفوا علينا في أمريكا، إذا مو عاجبكم اطلعوا من أمريكا وارجعوا بلادكم الأصلية. وهذول الأمريكان أعضاء في مجلس النواب، كيف تقول عليهم أنهم مش أمريكان؟ هذا القاضي نفس الحكاية. وطبعا كلنا نتذكر حتى قبل ما ترامب يصير رئيس كيف كان يشكك بمولد بمكان ولادة أوباما، وحتى أنه لمح أنه هو كمان مسلم، يعني كان نوع من الشيطان. طبعا هو كان عنده عداء كبير ضد أوباما، وطبعا هذه قصة أخرى وأسبابها، ولكن هو بنى فعليا اسمه كمرشح مواجه للديمقراطيين ولكل ما
يحمله ترامب أو كل ما يحمله أوباما من معاني يعني إدماج المجتمع والتقارب بين الـ بين الـ بين الأقليات والحد من التفرقة العنصرية بين الأقليات وإتاحة يعني الفرصة للجميع للعمل وكذا، هو بنى خطته الانتخابية على أساس لا الأمريكا هي للبيض، أمريكا هي للمسيحيين، وبالتالي ميك أمريكا جريت أجين وأمريكا فيرست، هذه كلها يعني كلها شعارات الهدف منها هي دغدغة شعور ما قيل وما سمي في الماضي أنهم الأغلبية الصامتة اللي هم المسيحيين المحافظين اللي في المناطق الريفية اللي يعني السياسي ما يهتم فيهم، وطبعا هذا في جانبه صحيح، ولكن هو استغلها بذكاء ودغدغ مشاعرهم. وللأسف الشديد يعني هذه ملاحظة تنطبق على ترامب وعلى أي مكان في العالم في أمريكا وغيرها، أنه دغدغة المشاعر العنصرية أو دغدغة المشاعر الدينية أو المشاعر الإقليمية هذه دائما تلعب دور مع الجهلة، يعني مع المجتمعات اللي لا يعني ما هي مستوعبة أو ما هي واعية، مجتمعات يعني خلينا صريحين يعني سهل جدا أنك تتحكم بعقلية شخص غير متعلم وغير واعي وما يطلع على العالم، فقط أنك تيجي تقول والله يعني أنت لك الحق في هذه، والشخص هذا الغريب اللي يختلف شكله عنك إنسان يعني مهم الحق جاي يسرق حلالك، أو أنه هذا الرجل اللي من طائفة أخرى هذا إنسان يعني ما هو خلينا نقول ما هو من يعني ما يلتزم ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بـ 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 بالمثل وبالأخلاق، وهذا جاي يفسد عائلتك وبناتك ويدخل عليكم الشرك وما إلى ذلك. هذه كلها للأسف الشديد تستخدم في كل مكان، ولكن المجتمعات الراقية، وهذا دليل أن أمريكا ليست كما يعني نتوقع أن أمريكا يعني دولة العظمى، نعم، ولكن على مستوى الشعبي في جهل كبير، على مستوى الناس في يعني في مجتمعاتنا العربية والشرقية في بعض المجتمعات على مستوى الشعبي متقدم جدا من حيث الفكر ومن حيث التعلم ومن حيث الدراية والاطلاع على العالم عن أمريكا، ويعني قد تصدم أحيانا بأن بعض الولايات ما قد سمعوا يعني يمكن ما قد سمعوا بآسيا أو ما قد سمعوا تخيل عنه قد سمعوا لا بالسعودية ولا سمعوا مصر ولا سمعوا بالمغرب ولا سمعوا يعني لا بإيران ولا غيرها، يعني فما سمعوا بآسيا، ففي سهل جدا، وهذا في النهاية عنده صوت ويقدر يطلع يصوت ويختار رئيس. فيعني مسألة العنصرية هنا فيما يرتبط بترامب إلى حد ما، وأنا بتكلم من وجهة نظري الشخصية، ما أقدر بأي حال من الأحوال أني أجي أقول ترامب ما هو عنصري،